ايه وسهلا. كيفك؟ طمني عنك. مني. شو حليان على الغربة؟ اختصر لا تبلش هلا. قل لي رجعت على طول ولا رح تضلك هنيك يعني؟ طيب خليني فوت بالأول. مين بيسأل كل هالأسئلة على الباب؟ إلي زمان ما شفتك، كيف بدك يعني ما أسألها؟ أنا آسف كتير، ما قدرت أحضر عرسك، بس وينك النتنا حابب أتعرف عليها؟ بالحقيقة أكشاي، القصة إنه مرت أخوك بالمكتب، يمكن ما تقدر تلحق تحضر معنا الاحتفال. إذا بدك تشوفها بدك تضطر تستنى ليخلص الاحتفال، ما بتلحق توصل بهالوقت، بتتأخر. لا رح تستنى ولا شيء. طلع وراك. أكي هاي مرت أخوك. شرفنا. بعرفكم هاي مرتي. هاي مرتي حضرة الضابط براقي. أهلا وسهلا. براقي بعرفك عرفيقي، رفيقي أكشاي، رفيق طفولتي، هو أكبر مني بسنتين بس نحن مثل الأخوة. تشرفت بمعرفتك براقي. وأنا كمان. ماما؟ هلأ أنت عن جد عزمتي لهذا الشاب لعنا؟